هتجيب من الاخر يا معلم وتيجي معايا ست. انا بجيب من الاخر اهو، لقمه حلوه وطريه وكلها حنيه ومش هتكلفنا حاجه. عايز ايه؟ مكان الوليه اللي خاطفها عايز. امان، بس سيبني اقعد مع نفسي كده شويه لغايه الصبح. ليه؟ هتشاورها ولا هتجيب مستشار ولا يمكن خبير استراتيجي؟ لا يا معلم ما تزعلش مني، بس لازم احسب لها. احسب لها فلوس يعني ولا؟ اه طبعا فلوس، امال احنا شغالين ليه؟ يا سيدي اللي انت عاوزه. امان سيبني بقى لغايه الصبح وانا اقول لك على الرقم.